لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولا كلمة دين دان بمعنى خضع دان بمعنى خضع والإنسان بحسب جبلته وفطرته وبحسب ما أودعه الله فيه من عقل لا يخضع إلا للكمال ولا يخضع إلا للمنطق ولا يخضع إلا للحق والحق هو الشيء الثابت والهادف الشيء المتبدل ليس حقا هو الباطل أما الشيء الثابت هو الحق نقيض الحق الباطل ونقيض الحق اللعب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الحق نقيض اللعب والحق نقيض الباطل الباطل هو الشيء الزائل فالحق هو الشيء الثابت واللعب هو العبث والحق هو الشيء الهادف سيدنا خالد حينما أسلم وقد أسلم متأخرا جدا وعاش في الإسلام 7 سنوات خاض زهاء 100 معركة 100 معركة في 7 سنوات خاض حينما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا فلماذا يكون الإكراه في الدين؟ الدين واضح الدين جلي كل شيء في الكون تدل على الله وكل شيء في الكون يدل على أن هذا الدين حق لذلك هذا الدين كلما حاولت أن تحاربه يزداد قوة كلما حاولت أن تقمعه يزداد ثبوتا كهذا الذي يريد أن يطفئ النار بالزيت كلما صب على النار الزيت ازدادت تألقا ولمعانا هي كلمة الدين الشيء الذي تخضع له أما مذهب وضعي لا تخضع له الدين الذي تخضع له يخضع له عقلك وتخضع له فطرتك الدين المنهج الذي ترتاح نفسك له يطمئن قلبك له تشعر أنك وجدت نفسك تشعر أنك تعرفت إلى ذاتك تشعر بأنك اصطلحت مع الكون كله ومع خالق الكون هذا هو الدين أولا لأن الإنسان قبل حمل الأمانة ولأن الله أعطى الإنسان مقومات الأمانة ومن أهم هذه المقومات حرية الاختيار فما دام الإنسان حرا في اختياره لا يمكن أن يكون إكراه في الدين لا يمكن أن يكون إكراه في الدين لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة مستحيل أن يجبر الله عباده على الدين لو أجبرهم لما سعدوا به لأن الله عز وجل بنى هذا الدين على المحبوبية الله عز وجل لا يريدك أن تؤمن قصرا
ولا إكراها ولا إرغاما، نريدك أن تؤمن طوعا حبا شوقا بمبادرة منك بإقبال منك على الله. لذلك الإكراه في الدين يتنافى مع سعادة الإنسان. خلقك ليسعدك، لا تسعد إذا كنت دينا مكرها، لا تسعد بدين قسري، لا تسعد إلا بعمل طوعي. يعني لو واحد ماسك حاجة ثمينة بيده، جاء إنسان معه مسدس قال له أعطني هذه الحاجة وإلا قتلته، أعطاه إياها، هذا الذي أعطى هذه الحاجة هل يشعر أنه قدم هدية، أنه عمل صالحا؟ مقهور، يمتلئ غيظا. أما لو جئت إلى إنسان وقدمت له هدية، كلما التقيت به يتألق وجهك لأنك فعلت معه معروفا. فحينما تجبر على العمل سقطت قيمة العمل، سقطت قيمة العمل. وحينما تفعل هذا العمل اختيارا وتواعية عظمت قيمة العمل. فالاختيار يثمن العمل، يثمنه. يعني الإكراه في الدين يلغي الدين، الإكراه في الدين يلغي ثمار الدين، الإكراه في الدين يلغي السعادة النابعة من الدين. لذلك شاءت حكمة الله أن يكون هذا الدين في بداياته ضعيفا. ماذا يفعل النبي؟ ليس عنده دنيا يغري بها، وليس عنده قوة يخيف بها، ومع ذلك يؤمن به أصحاب النبي إيمانا طوعيا عن رغبة وعن حب. هذا الإيمان صحيح ورائع لأنه جاء بمبادرة شخصية وجاء باختيار طيب. لا إكراه في الدين، يعني هي لا نافية للجنس. هناك أنواع منوعة من الإكراهات، كل أنواع الإكراهات القاسية والحادة والمخففة والمباشرة وغير المباشرة والصريحة وغير الصريحة والمعلنة والمبطنة غير موجودة. لا إكراه في الدين. الله جل جلاله يريدك أن تأتي إليه طائعا. قد تبين الرشد من الغي، والدين هو الرشد. يعني في معنى آخر، يعني إذا قدم لإنسان فرضا وهو جائع جدا طعام طيب جدا ونفيس جدا، وقدم له صحن آخر فيه لحم متفسخ تفوح رائحته النتنة، في حاجة أن تكره هذا الإنسان على أكل الطعام الطيب؟ بفطرته يتجه إليه. ضع صحن طعام طيب وطعام خبيث وقل له أنا لن أكرهك على أن تأكل الطعام الطيب، طبعا سيأكله وسيشكرك عليه وسيذوب محبة له. في معنى آخر، فضلا عن أن الله لا يقبل مؤمنا مقهورا ولا مؤمنا مكرها ولا صلاة فيها ضغط وإكراه، بالمقابل دين الله بتألقه ومنطقيته وكماله وكيف أنه قدم تفسيرا رائعا للكون وكيف أن فيه قيما. والله من ألد أعداء المسلمين في احتفال قال في بلد غربي بعيد جدا، قال إن القيم التي نؤمن بها هي نفس القيم التي جاء بها الإسلام. هكذا قال. الإسلام دين عظيم، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، الغي الانحراف، الغي الطغيان، الغي الظلم. الرشد أن تنسجم مع فطرتك وأن تنسجم مع الحق وأن تنسجم مع علة وجودك وغاية وجودك، هذا هو الرشد. طالب بالمدرسة ما هو الرشد؟ أن يدرس.
ما هو الغي؟ أن لا يدرس، يذهب إلى دور اللهو، هذا هو الغي، أن يقبع وراء كتابي، هذا هو الرشد. فالتاجر ما هو الرشد له؟ أن يربح. الغي أن يكذب على الناس وأن يظلمهم. بكل حق في رشد وفي غي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت صيغة مبالغة، كأن تقول جبروت، كأن تقول رحموت، كأن تقول طاغوت، يعني طاغي. من يكفر بهؤلاء الذين يطغون، الطاغي قوي. المؤمن كفر بالطاغوت وآمن بالله، كفر بالطاغوت وآمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بالكفر، يكفر بالذي يستخدم قوته لإمتاع شهواته، كالذي يقهر الناس. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني أنت حينما تؤمن بالله وحينما تكفر بالطاغوت، المشكلة أيها الإخوة هو التداخل. يعني هو مؤمن ومع أهل الدنيا ومع الأقوياء ومع الأغنياء في فسقهم وفجورهم، لا تسخو نفسه أن يدعهم. لن تقطف ثمار الدين إلا إذا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. لا بد من أن تكفر بالكفر حتى تفتح لك أبواب السماء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما دمت تعقد الأمل على طواغيت الأرض، الفساق والفجار والذين جاءوا بمذاهب وضعية، والذين أرادوا الدنيا وغفلوا عن الآخرة، الذين أرادوا الشهوة وغفلوا عن القيم، الذين أرادوا المال وغفلوا عن الأخلاق، هؤلاء كلهم طواغيت. قد يكون إنسان محاط بطواغيت، إلا ابي جار مادي، إلي عم لا بحل لا بحرم. كل إنسان طغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى هو طاغوت. ما دمت متعلقا بأهل الكفر، وقد يكونون أقوياء وقد يكونون أغنياء، تعقد الأمل عليهم، ترجو عطاءهم، ترجو ودهم، تحذر من غضبهم، تحسب لهم ألف حساب. ما دمت مؤمنا بهم متعلقا بهم، تعلق عليهم الآمال، ترجو الخير منهم، فالطريق إلى الله غير سالك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة هذه التي تمسكها، تتعلق بها، ترجو أن تبقى متصلة. فأنت حينما تتمسك بالشريعة وتتصل بالله عز وجل، ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تقطعك عن الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني إذا تمسكت بالقرآن والسنة وعضدت عليهما النواجذ، أنت متمسك بعروة وثقى. يعني سمعت أن بعض الشاحنات لها عروة في نهايتها من أجل أن تجر مقصورة. قال هذه العروة لها اختصاص نادر، مصنعة من أدق أنواع الفولاذ المطرق، لأنه المقصورة 20 طن. لو أن هذه العروة تفلتت صار حادث مخيف. فهذه العروة التي توضع في نهاية الشاحنات لها صناعة متميزة جدا، ومن أمتن أنواع المعادن الفولاذ المطرق، يعني معالج بالطرق لا بالصب ولا بالسحب. فهي عروة وثقة. فربنا عز وجل قال أنت إذا كفرت بالطاغوت، أي طاغوت، كل جهة
تنكر وجود الله عز وجل وتؤسر الدنيا وتطغى وتبغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. يعني كأن هذا الدين مثل حبل نجاة، أيام إنسان يلقى له حبل بس متين يمسك به ينجو، أيام إنسان يعني في حالة صعبة جدا تأتي طائرة هليكوبتر تمد له حبلا تمسك به نجا، ترفعه شيئا فشيئا. فقد استمسك بالعروة الوثقى، مهما كنت في خطر، مهما كنت في خطر شديد، إذا تمسكت بالأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة كأنك أمسكت بعروة وثقى لا انفصام لها، نجوت. نعم. والله سميع عليم، يسمع قولك وعليم بحالك. ثم يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. لا بد من أمثلة. تصور أب متفرغ لابنه، عالم غني قوي مرب مثقف ثقافة تربوية عالية، إيمان قوي، قوي ماديا، عالم، له ابن متفرغ له، يسأله عن صحته، عن طعامه، عن شرابه، عن هندامه، عن وظائفه، عن بيته، عن مدرسته، عن أصدقائه، يجلس معه، ينبهه، يذكره، يقوم اعوجاجه، يسأله، يصحح خطأه. أب متفرغ لابنه، الله ولي الذين آمنوا. انظر إلى هذا المثل، الله عز وجل ولي الذين آمنوا، يرعاهم، يؤدبهم، يبشرهم، يخيفهم، يصحح مسارهم، قد يشعرهم بالخوف ليأتوا بابه طائعين، قد يشعرهم بالأمن ليشكرهم على طاعتهم له. ولي كامل. لذلك أشد الناس شقاء من خرج من ولاية الله. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جاءت جمع لأن الباطل يتعدد، بينما النور جاء مفردا لأن الحق لا يتعدد. ما قال من الظلمات إلى الأنوار، وما قال من الظلام إلى النور، قال من الظلمات جمع إلى النور. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كان في ظلام المعصية صار في نور الطاعة، كان في ظلام البعد صار في نور القرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. كانوا في بيئة محافظة فتفلتوا، كان صادق كذب، كان مستقيم انحرف، كان ما يقبل دخل غير مشروع إبل، كان يحفظ زوجته أطلق سراحها جعلها تتفلت. الشيطان دائما ينقلك من الحق إلى الباطل، من الخوف من الله إلى عدم الخوف منه، من الانضباط إلى التفلت، بالأخير بصير دابة فلتانة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.